أطال أجرام الجماعات الإرهابية المسلحة القطاع الصحي والعاملين فيه أكثر من مرة وفي أكثر من مكان منذ بداية الأحداث التي تمر بها البلاد. لم يكتفوا بنزيف الدم السوري، بل استهدفوا الكوادر الطبية وعددا من سيارات الإسعاف والمشافي والمراكز الصحية، لترتفع الخسائر إلى 12 شهيدا و25 جريحا، إضافة إلى تخريب 12 مستشفى و43 مركزا صحيا و76 سيارة إسعاف، 25 منها أحرقت بشكل كامل. هذه الأرقام وثقتها وزارة الصحة. وعلى الرغم من ذلك يواصل القطاع الصحي في جميع المحافظات خدماته للمواطنين حسب حالاتهم بكفاءة عالية. هذه المعطيات شرحها وزير الصحة الدكتور وائل الحلقي للمشاركين في أعمال المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية في جنيف، مكذبا الحملة الإعلامية التي تستهدف النيل من القطاع الصحي في سوريا. ويبقى القطاع الصحي السوري واحدا من أميز القطاعات الصحية في المنطقة لجهة تقديم الخدمات كافة وبشكل شبه مجاني، وهو يقوم اليوم بدور الرعاية الكاملة للجرحى والمصابين من جراء إجرام المجموعات الإرهابية في مختلف المحافظات.